ويمثل استضافة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لفعاليات سباق الهيجن دلالة لحرص الدولة على رعاية الفعاليات الرياضية والثقافية المختلفة. وذكر إبراهيم عبد الجواد ولما جبريل المتحدثان باسم مهرجان العالمين أن سباق الهيجن يعكس الصورة المشرفة التي باتت عليها مدينة العالمين الجديدة التي أصبحت مهيئة لاستضافة كافة الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية. شفنا عروض الهيجن في النسخة الثانية من مهرجان العالمين، نقطة البداية كانت من أمام سينما السيارات، ويمكن دي من أوائل أو في بداية المدينة، وصولا بقى أو مرورا بكل مناطق العالمين الشهيرة، الأبراج والمناطق الشاطئية والكورنيش، كل ده مرت عليه الهيجن في عرض ولا أحلى طبعا. ويمكن احنا متابعين في الخلفية، الاحتفالات ما زالت مستمرة لعروض الهيجن في العالمين الجديدة ضمن النسخة الثانية من مهرجان العالمين. في السنين اللي فاتت احنا بقينا بنشوف الجديد، لما بتتكلم على الجمهورية الجديدة فانت فعلا دلوقتي واقف على أرض بتشوف فيها وبتشوف بعينيك وبتلمس بإيديك يعني إيه جمهورية جديدة، يعني بتشوف هويتك في سباق الهيجن، التراث والموروثات الثقافية والهوية العربية والمصرية بتاعتك، وبتشوف الحداثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بتشوف الحداثة دي في مستويات خدمة بتضاهي أعلى المستويات اللي موجودة في أي حتة في الدنيا، بتشوفها في بحيرات وشواطئ وبتشوفها في أبراج وبتشوفها في بنا وبتشوفها في كل حاجة، وانت ماشي بتلاقي مدينة. القصة في العالمين مش قصة منتجع ولا كام برج ولا شاطئ ولا حاجة، انت بتتكلم في مدينة متكاملة توجد بيها تنمية وحياة مستدامة في المنطقة دي.